الروايه الاجمل، امبابي يحقق كاس العالم مرتين ولا ميسي يحقق كاس العالم ويختتم مسيرته؟ الاجمل. الاجمل ميسي، يعني العالم كله متعاطف وياه بصراحه، لانه البارحه تكلمت لك على النقطه مهمه جدا، يعني الاتحاد اللي يختار، الاتحاد الدولي اللي يختار افضل لاعب بالعالم، من الاجحاف جدا انه تجي انت الانجازات الجماعيه تحطها بالتقييم، يعني لكون ميسي ما حقق بطوله مثلا تجي تحرمه من افضل لاعب بالعالم وتنطيه اللاعب. يا اخي فريقه فريق بائس، 10 سنوات الارجنتين بعيد عن الساحه، لا منافسه يعني يعني بكوبا امريكا، بكاس العالم، بطولات، فهو دفع ثمن فريقه السيء، وكثير من البطولات يعني حقيقه غيبت منتخب الارجنتين دفع ثمنها ميسي، لكن بالتنقيط اذا تقارن كامكانات فرديه ميسي ما جايب تجيابه بصراحه. مختصر ابو عبد العزيز نفس السؤال اللي سالته الكابتن عباس، وش الروايه الاجمل لعشاق كره القدم اللي ممكن يتكلمون فيها بعد 10 سنين؟ ميسي يحمل كاس العالم بعد هذه المحاولات والمره الثانيه الوصول بالمنتخب للنهائي، ولا مبابي يحقق الكاس للمره الثانيه في هذا العمر؟ شوف على حسب وين موقعك انت من ميسي، اذا كنت من لا هو انا اتكلم الحين احمد اسباني، انا اقول لك خليني اتخيل معك هالمنظر، احمد العقيل بعد 20 سنه جالس مع احفاده، نعم، ويبغى يسولف عليهم يقول لهم قصه. لا انا وش القصه الحلوه؟ انه ميسي شال كاس العالم ولا انحرم منها؟ انا احب ميسي، ابغى ميسي ياخذها، لكن الكريستناويين او ربع كريستيانو جمهور كريستيانو اليوم زعل، حتى من امس كانوا زعلانين، مو باليوم، من امس هم يبغون انه ميسي يطلع، فالان كلهم سينتقلون الى معسكر مبابي، فطبيعي اذا انا احب ميسي وانا احب ميسي اتمنى انه ياخذ الكاس، لكن اللي ما يحبون ميسي وهذا من حقهم انهم ما يحبون ميسي، طبعا عادي شيء طبيعي، يبغون ان ميسي يخسر، يرونها الذ جاي يدعون عليه فما فيها يعني وجود هذه، يعني اذا انت تحب انت يعني انت روايتك لحفادك تبي ميسي، ابي ميسي، انا ابي ميسي، هو صراحه ثاني مره يوصل لكاس العالم مع هذا مبابي تو الناس، انا خليه يخسر هذه، عندي قدامه 26 وقدامه 30 ياخذها فيها.